رؤية الجميلة. عايزة ايه؟ عايزة ده؟ انا ممكن اعمل لك اي حاجة انت عايزاها، ممكن اشغل لك فيديو على الهواء. خدي يلا العبي هنا واعملي اللي انت عايزاه. يلا قول لي يا استاذ محمد، احكي لي بداية رحلة رؤية لحد ما تدخل الاستاذ حسين. والله هي رقية اتولدت طبيعية خالص. استني 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 يا حبيبي. طيب انا هحاول اجيب لها اي حاجة تتفرج عليها. اوكي كمل انت. خلي بالك رقية ما يعني ما بتنغراش باي حاجه. ده بجد يا نهار ده، احنا قلبنا لها بهلوانات علشان ان هي تبقى يا ايه رايك انت كده؟ يلا قلبي انت بقى، العبي زي ما انت عايزه. استني كده احكي لي بقى. يلا قلبي يا توتي قلبي. يلا اتولدت طبيعيه جدا من سنه و11 شهر تقريبا. هي اتولدت 13 7 اللي فات. 13 7 2020 تمام. هي اتولدت طبيعيه خلاص لحد 6 شهور. بدات تقعد كده. اول ما قعدت لاحظنا رجليها بقت زي بيضه ومامتها مثلا تزغزخها كده مش بتحس. فقلنا في مثلا حاجه غريبه بالنسبه لنا، يعني حتى مش بتحركها بس مش بتحس كمان. فروحنا طبعا لجانا لدكاتره اطفال. لا لدرجه صوت هيبقى صعب عليك. طب انا ممكن اعمل حاجه ثانيه، اعمل ميوت، ممكن اقفل الصوت واسيبه لك شكلها. يلا اتفضل. يلا تمام. احنا دكاتره اطفال، هي كان برضك مش بتتقلب على السرير، لو وقعت على ايديها كده ما تقدرش تقوم تسند. ما بقدتش تسحف، هي قعدت بس كده. فطبعا لجانا لدكاتره الاطفال، يعني ايه اللي يقول نقص كالسيوم، اللي يقول اعدوها في الشمس، لجانا الناس كتير لحد ما الحمد لله في دكتور مخ واعصاب شافها، طلب مننا أشعة رنين على المخ والقطنية ورسم عصب. والفعل عملنا الأشعة. الأشعة طبعا المرض المرضي ما بيبانش في الأشعة، بيبان في رسم العصب. فالتقرير بتاع رسم العصب بيّن فعلا أنه هو في حاجة غريبة، يعني العصب الحسي عندها والحركي الاتنين مش بيدوا يعني إشارات. ما فيش إشارات خالص. فهو وجهنا لدكتور مخ وعصب تاني كبير، قال لنا ده يقدر يعني يشخص الحالة بالظبط. فاحنا رحنا له برضو وقال لنا لا، دي في سياده الرئيس كان عامل مبادره لدمور العضلات، رحنا قدمنا فيها بالفعل واتعمل لها التحليل الجيني. والتحليل الجيني دوت هو بقى اللي اثبت عندها المرض. ده اللي اثبت فعلا ان هي عندها المرض. بس يعني هي الشركه المتعاقده مع مصر هنا، يعني الشركه المتعاقده مع مصر ان هي بتعالج الاطفال لحد 6 شهور بس. فطبعا احنا لجأنا ان احنا عشان نلحق قبل سن سنتين، ان المرض ده علاجه حقنه جينيه. الحقنه دي ب 2 مليون و100 الف دولار، يعني بالمصري حوالي 40 مليون جنيه. طبعا احنا اول ما عرفنا المرض طبعا اتفاجئنا طبعا وانهارنا، احبطوا يعني طبعا، كناش مصدقين. يعني انا بقول ان هي الاولى، هي الاولى يا حبيبي، هي الاولى الحمد لله الحمد لله. فلجأنا ان احنا نفتح حسابات تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي. دكتوره نيفين القباج يعني سرعت لنا في سرع الحسابات الحمد لله، في سرعه فتح الحسابات. بجد يعني انا بشكرها جدا. وبالفعل بدانا بقى الحمله على الفيسبوك، حمله انقاذ حياه رقية. نعم يا حبيبي. ايه ده ايه ده؟ يلا اعملي انت. الحمله يعني الجروب بدا فيه تزايد سريع جدا وفي تفاعل سريع جدا. المصريين كلهم اتفاعلوا، اهل منطقتي، صحابي في الشغل، الناس ما كانتش بتنام لحد ما طبعا الاستاذ حسين. طبعا قبل حسين انت حسيت ان في امل ولا كانت؟ كان في الاول انا طبعا يعني ثقتي في ربنا ما راحتش نهائي الحمد لله. الحمد لله. ولكن هو في الاول كان في بطء في المبالغ، وكان يعني في ناس كتير مش عايز تتدخل، بتقول ان احنا مش ضامنين الفلوس دي هتروح لرؤية او هتروح فين، او ان هي المبلغ هيكتمل ولا لا، المبلغ كبير. فطبعا انت اصلا بتعمل حاجه لله، المفروض يعني ما تسالش السؤال ده. بس الحمد لله بدا المبلغ يزيد فجاه، نط من 3 ل 10 مليون. فداك امل كبير. ده دخل حسين بقى ال 10 حاجه. دخل حسين بعد ال 13. بعد ال 13 لا هو 13 وفعلا تطوع حسين وقال ان انا ايه اللي دخل